بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، حضورنا الكريم، لازلنا نتواصل معكم، ونحن دائما نتواصل مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات الجميلة لهذه الرياضة العربية الأصيلة. منذ لحظات أعلنت اللجنة عن انطلاقة شوط جديد من انطلاقات الخير والبركة، شوط لا يقل أهمية عن بقية الأشواط، شوط له ثقل في هذا العالم الجميل. ما شاء الله تبارك الرحمن، الأسامي والأعداد جميلة. المركز الأول هناك شعار بنواس، بنواس ما شاء الله هملول، سالم بن مطر بن علي بنواس. النقل على المركز الثاني تبر لعلي بن راشد بن سلطان بن مسعود الاشتبي. انتقل وياكم إلى الحر يمع بن عبيد خليفة بالساحر، ثالث المراكز. النقلة على شعار جبارة، يا سلام، عبد الله بن علي بن عجيل مع أم غادر. النقلة هناك على المركز الخامس، اللي في المركز الخامس شعار بو سحر، شعار بو سحر من الجانب الثاني. أيضا خليفة بن حميد بن خليفة بو سحر الشامسي مع الساحر. هكذا أيها الإخوة مستمعين الأعزاء، حضورنا جمهورنا الكريم، دعنا عليكم هذه الأسامي وهذا النداء الأول. نتمنى دائما التوفيق والناموس للأخوة المشاركين والحاضرين في كل هذه الانطلاقات الجميلة المميزة. الله، يا سلام يا سلام على اللي مسيطر على المركز الأول، هملول سالم بن مطر بن علي بن واس، يعني مسيطر. ولكن الساحر، الساحر اللي بقوله يسرق النظرات بتكتيك ابو عجيل، يا سلام. خليفة بن حميد بن خليفة ابو سحر الشامسي عنده نظرة، عنده نظرة هناك عند ال 500 متر. الله يا راعي جبارة، عبد الله بن علي بن عجيل ايضا يقدم لنا مغادر. وصل 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 التبر، علي بن راشد بن سلطان مسعود الاجتبي. وفي المركز الخامس الحر يمع بن عبيد بن خليفة بالساحر. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز كاملة مكملة وفاء وتماما. ما شاء الله، أعود إلى 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 هملول، إلى هملول، إلى هملول المسيطر الصامد الذاهب مع القمة، الذاهب مع القمة. ما شاء الله تبارك الرحمن، سالم بن مطر بن علي بن واس، ولكن مغادر عبد الله بن علي بن عجيل أيضا حاضر. وصل التبر المنتقل من موقع إلى موقع، ما شاء الله. سالي بن راشد بن سلطان بن مسعود اجتبي، واقع الوين الواقع الموقع وين بنقوش، 600 متر أخيرة اللي تفصلنا عن خط النهاية، 600 متر أخيرة اللي تفصلنا عن هذه الأجواء الجميلة. الله يا هملول، الله يا هملول، ما شاء الله يا هملول تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل يا هملول. واللي يقدم هملول هنا على أرضية ميدانه، على أرضية ميدانه، ما شاء الله تبارك الرحمن. سالم بن علي أو سالم بن مطر بن علي بن واس من يقدم هملول في هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز. سلامي عليك يا بنواس، بنواس ما شاء الله. سالم بن مطر بن علي بنواس الذي يقدم جديدة في هذا العالم الساحر، هذا العالم الرياضي المتوقع، هذا العالم دائما يحظى بإشادة ودعم من أصحاب السمو الشيوخ. ونقول هنينا والناموس والسلام إلى العوير هناك وين ما يسكن سالم بن مطر بن علي أبو نواس. المركز الثاني مكلف عبد الله بن حميد بن حميدان. المركز الثالث شعار مبارك بن علي الضبع. المركز الرابع علي بن راشد بن سلطان. خامس المراكز شعار بن عجيل، 4:47.86 جزمة الثانية. علينا والناموس.